لازم يبقى في حل. فكر كويس يا حمزة، انت ذكي وشاطر وكمان عبقري، يعني اكيد هتلاقي حل. الكل مستنيك ومعتمدين عليك. ها خلاص لقيت الحل، لقيت الحل. خلاص لقيتها، لقيتها. المنقذ جالكم يا سكان المحمية. انت بتقول ايه يا حمزة؟ بجد فعلا لقيت الحل؟ يا كوكا يا سريح، انتوا الاتنين الوحيدين اللي تقدروا تخرجوا من المية. لازم تنقذوا نفسكم وطلعوا على الشط حالا. مش هنسيبكم يا حكيم. مش هننقذ نفسنا ونسيبكم ابدا. ده مش وقت شعارات ولا تضحيات. اخرجوا من المحمية دلوقتي. كل اللي هيفضل فيها هيتعب ويمرض. خلاص بقعة النفط مش هتفضل اكتر من كده. حمزة لقى الحل. هو ايه ده يا حمزة؟ دخرته من الموتور بتاع جده، لقيته على الشط، فراح هتمسك من هنا وانا هسحب كل النفط من الناحية التانية وهخرجه بره مية المحمية لحد ما تبقى المية نقية جدا. دي فعلا فكرة هايلة. انت بجد عبقري يا حموزة. انا هحط الخرطوم ده في فتحة الصرف وبكده هنقدر نخلص من كل النفط اللي في المية. أخيراً أهي المية دلوقتي ابتدت ترجع لطبيعتها. أخيراً خلصت وافتكر كده المية رجعت صافية زي ما كانت الأول. لازم أروح أطمن على صحابي سكان المحمية.